احمد الجندي ده عظيم طبعا اللي اتعمل اللي عمله احمد الجندي الحقيقه ده عظمه لانه طبعا اللي ما يعرفش الخماسي الحديث ده حاجه صعبه جدا من اصعب اللعبات ايوه في كل الدول اللي فيها كلهم عسكريين ويعني يعني بيبقى لازم بيبقى ليهم حاجه خاصه كده وهو احمد صغير طبعاً. وكان فارق 50 ثانيه في البدايه لا 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 حاجه يعني الاول طالع عنه بدا قبله ب 50 ثانيه وثقه في النفس عاليه جدا تاني بقى اللي احنا نتكلم فيه احنا اللي وصلنا فيه من 134 واحد أيوه. الموضوع كله لازم يبقى ارقام ويبقى افضل لما تيجي تتكلم في ارقام نعم. من ال 100 العدد البعثه المصريه كم واحد اتاهل للنهائيات في العاب عمرك ما كنت تتخيل فيها تاهل للنهائيات ولم يحدث ان انت اتاهلت للنهائيات الغطس مهاب ان هو يتاهل مهاب ان هو يتاهل للغطس ده للنهائيات ده انجاز تاريخي ما يعني بجد 3 متر الغطس 3 متر حتى لو غطس 10 ربع متر يعني ده كفايه ما ينفعش يعني ما كانش المفروض فده دليل ده اعداد هايل جدا من اتحاد السباحه ومهاب بنفسه وتدريب عالي جدا ان هو يوصل لحاجه زي كده في الفروسيه نائل نصار نائل وصل للنهائي ومحمد زياده محمد زياده ان هم يوصلوا نهائيات ده برضو ما كانتش موجوده لم يحدث ان هم وصلوا النهائي طب نتكلم بقى من الرابع للثامن من الرابع للثامن ده اكثر من 45 واحد بسم الله ما شاء الله من 45 فرد من المشاركين 35 يخدم من الرابع للثامن زائد ان انت عندك 6 يبقى عندك 51 انت نسبه عاليه جدا انت الناس يقولوا المفروض اللي يروح يقدم فنسبه عاليه جدا 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 المشاركه أيوة. ليه فريق السلاح بالكامل كل منظومه السلاح كلها من الرابع للثامن فده انجاز تاريخي انت بتتكلم في دوله بتنافس فرنسا بتنافس 206 دوله حظنا كمان يا استاذ ممدوح وده اللي انا شفته دايما لان كنا كل مصر كلها كانت بتتابع يعني ولكن اللي الواحد شافه ان انت كل ما تيجي تطلع تتاهل بتلعب يا اول العالم يا تاني العالم ده يعني سبحان الله يعني. بجد يعني لو يعني وزائد ما انت ما بتيجي تتكلم في حاجه مهمه حضرتك وضحت حاجه انت في كره القدم اللي خسرت منه هو اللي خد البطوله في كره اليد كره اليد خسرت منه ده فيعني فليه يعني احنا ليه عايزين نقول نقلل من انجاز كره القدم لوصولهم للي هم وصلوا فيه وكره اليد كره اليد عملوا انجاز أيوة. وصلوا للرابع العالم بس الناس مبسوطه بكره اليد وكره القدم ان هو لعبهم هو بختهم اللي لعبوا البرازيل اللي خدت ممدوح بيتخيل حضرتك ان في كره اليد انت كنت يعني ايه تخيل ان انت كنت بتدور ان انت تكسب عشان تاخد الذهبيه ما هو الناس زعلانه كانت على كده حلو لكن قوي. الرابع ده بالنسبه ما هو ده اللي احنا وصلنا له ان احنا الطموح عندنا ايوه احنا بنتكلم ان احنا عايزين مركز اول أيوة. ودي حاجه كويسه ان احنا نوصل لحاجه زي كده في الكوره ان انت الطموح بتاعك ان انت عايز تكسب زعلان ان انت خسرت من البرازيل مظبوط يعني فدي حاجه البرازيل اللي هي خدت الذهب يعني انت ما بتتكلمش بتلعب نيكاراجوا ولا بتلعب يعني لا انت بتلعب مع البرازيل وزعلان ان انت خسرت منهم ودول اللي خرجوك دول خدوا كاس العالم خدوا الميداليه الذهب فده انجاز فالكوره عملت اللي عليها وادت اللي عليها في منافسات يعني هي بص عشان الكوره دي فيها نواحي فنيه كتيره نقدر نتكلم فيها وبتاع لكن اول ان اول بشكل عام ان حضرتك شايف ان البعثه المصريه نجحت نجاح جيد جدا فيما وصلنا ليه 6 ميداليات من 134 ومن الرابع والارقام اللي بتقول كده اه يعني نجاح منقطع النظير